اسمع منك بطل الحكايه النهارده. ماشي يا هشام؟ يلا اتفضل. انا عندي حلم وفي يوم اكيد اقدر وطول ابعد سما، انا في قلب يقدر يقول الكلمه من غير ترجمه، بحلمي كل في يوم كيان واخد مكان واوصل لاحلى من نما، الشمس نورها عشان يبان لازم تكون الدنيا قبله مظلمه، المستحيل وهمي في خيال كل اللي ساب والقطر فات، بس اللي يتعب في الزمان ده بكرة يعمل معجزات، يفرق معانا كل حد وكل ايد بتشدنا، وازاي في ناس واقفين ورانا بدون سبب بتحبنا، ومكان ما حلمي يكون هروح دايما هنا، في حلمي مستنيني على خط النهاية، ومن غير ما تحتاج حد فينا احنا معاك هتكون في يوم بطل الحكاية. كده بصراحة أنا محتارة بين صوتك وصوت الفنان الجميل حسين الجسمي، صوتك جميل يا هشام. بقول لك يا هشام، إن شاء الله هتشارك في قدرونا باختلاف ثلاثة السنة دي؟ هتشارك السنة دي إن شاء الله في الحفلة؟ قدرون باختلاف ثلاثة. إن شاء الله هتشارك؟ شكرا. هتشارك إن شاء الله صح؟ هتشارك. هتشارك إن شاء الله. طيب بقول لك يا هشام، إيه المطربين اللي أنت بتحبهم وبتحب تسمعهم؟ مدحت صالح وخالد سليم. بتحب تغني لمين فيهم؟ بتحب مدحت صالح؟ مدحت صالح وخالد سليم. طب فاكر الاغنيه بتاعت مدحت صالح اللي هو بيغني فيها لذوي الاحتياجات الخاصه، فاكرها؟ اسمها ايه؟ قادرون باختلاف. لا مدحت صالح. مدحت صالح. غني لي حاجه لمدحت صالح. حاضر. النور مكانه في القلوب، احضن خيوط شمس الغروب، يا تكون قد الحياة يا تعيش وحيد وسط الدروب، اليأس ضعف وخوف جباد، لكن الأمل يفتح بيبان، يا تكون قد الحياة يا تعيش وحيد وسط الدروب، إلمس خضار الشجر حس بضياء القمر، انقش قلوب الحجر على شيء ما تندمش، يمنك قوام عدي، امشي الطريق امشي، العمر ايه يروي غير قلبي ما يخافش، الله على صوتك، صوتك جميل يا هشام بصراحة. أنا فرحانة جدا بجد بصوتك ومستمتعة جدا أنت نورت برنامج ماما شادو، وأنت فعلا ابني الجميل الأمور اللي إن شاء الله بقى تحب تطلع إيه لما تكبر؟ نفسك تطلع إيه؟ 21 سنة. لا أنا مش بقول لك عندك كام سنة، بقول لك أنت عايز تطلع دكتور ولا تطلع مدرس؟ مدرس. ان شاء الله تطلع احلى مدرس في الدنيا. انت صوتك جميل يا هشام، وان شاء الله الحفله قادرون باختلاف ثلاثه السنه دي تعمل لنا اغنيه جميله برضو مع حسين الجسمي. نورت يا حبيبي البرنامج وبشكرك جدا.
شفنا مع بعض التقرير، واتمنى ان هو يكون عجبكم. وقد ايه شفتوا هشام بطل من ذوي القدرات الخاصه، تحدى كل الصعاب والاعاقه بتاعته، واصبح صوته جميل جدا وبيحضر احلى حفلات. وبصراحه انا يعني مبسوطه جدا منه، اتمنى ان حضراتكم تكونوا اتبسطتوا كمان. في نهايه اللقاء بشكر الاستاذ اسلام سعيد اخصائي التخاطب، وشكرا يا فندم. شكرا لحضرتك، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله من ماما شادو.